نعم. قال رحمه الله: فصل. ومن أتلف ولو سهوا مالا لغيره ضمنه، وإن أكره على الإتلاف ضمن من أكرهه. نعم، هذا الفصل من الفصول المهمة التي أوردها المصنف، وهي المسائل الدقيقة، وهي قضية إتلاف مال الغير. متى إذا أتلف شخص لغيره مالا يلزمه الضمان؟ هذه مسألة دقيقة جدا، ولربما مرت علينا في أحوال كثيرة جدا جدا. مر معنا في باب الأجرة أن من أتلف مالا من غير تعد ولا تفريط فإنه لا يضمن، وإن أتلفه بتعد أو بتفريط فإنه يضمن، بخلاف العارية فإنه يضمن مطلقا بتفريطا أو بدونه إلا ما استثني في محله، وهكذا. هنا يتكلم متى نعلم أن هذا المال فرط في إتلافه أو لم يفرط ويتعدى في إتلافه. سيذكر المصنف هنا بعض الصور. فقال أولا: ومن أتلف ولو سهوا مالا لغيره ضمنه. قوله أتلف أي كل من أتلف لغيره مالا قصدا منه أو بدون قصد، فإن الإتلاف لا تلزم فيه النية ولا يلزم فيه العلم. هذه قاعدة، كل الإتلافات لا يلزم فيها النية ولا يلزم فيها العلم. وبناء على ذلك، فمن أتلف لغيره من غير نية، كان نائما وانقلب فأتلف لغيره شيئا، لزمه ضمانه لأنه متعدي. كذلك نقول إن من نسي فظن أن هذا المال ماله فأتلفه عليه ضمانه. رجل رأى شاة يظنها شاة فذبحها، يجب عليك ضمانها. رجل يظن أن هذا الحق له فأخطأ، عليه ضمانه. إذا من أتلف ولو سهوا أو نسيانا أو جهلا مالا لغيره، أما ماله لنفسه فيجوز ضمنه، وسيكون الضمان كما سيأتي بالمثل أو بالقيم. قال: وإن أكره على الإتلاف ضمن من أكرهه. انظر هذه المسألة، من أكره إكراها كليا فإنه حينئذ يكون الضمان على المكره، يكون الضمان على المكره، لأن المكره يكون كالآلة. ولذا ذكر الفقهاء قاعدة يعني مجازية، يقولون: المكره لا فعل له. هذه قاعدة مجازية، له فعل حقيقي لكن لا فعل له قدر مضافا إليه، لا فعل له معتبر أو مؤثر. وذلك يقول: المكره الإكراه الملجئ الكامل يكون تصرفه غير معتبر. وقد أطال العلماء في ضابط الإكراه، ما هو؟ هل التهديد يكون إكراها أم لا؟ وقد قال الشيخ تقي الدين رحمة الله عليه: تأملت كلام الفقهاء في هذا الباب، في هذا المسألة، فوجدت أن الإكراه يختلف من شخص لآخر ومن فعل لآخر، فليس له ضابط كلي، فهو يختلف من حال لحال، وتكون حينئذ للقاضي سلطة تقديرية، هل هذا الأمر إكراه ملجئ أو ليس بملجئ. نعم. قبل أن نتكلم في المسألة، الآن سيتكلم المصنف عن مسألة دقيقة جدا، وانتبهوا لها، وهي مسألة اجتماع المباشر والمتسبب، اجتماع المتسبب والمباشر. وهذه قاعدة من القواعد التي ربما تفصيلاتها يعني تشكل على بعض الإخوان، لكن سنأخذها كلية. لأورد لكم قاعدة المباشر والمتسبب باختصار، ثم لأن المصنف هنا إنما أورد أمثلة. عندنا قاعدة: إذا اجتمع مباشر ومتسبب في الإتلاف، سواء كان في إتلاف آدمي وسيأتينا إن شاء الله في باب الجنايات، أو في إتلاف عين وهو المذكور هنا في كتاب الغصب، اجتمع مباشر ومتسبب، فنقول: إذا اجتمع المباشر والمتسبب فالفعل ينسب للمباشر دون المتسبب. إذا اجتمع مباشر ومتسبب فالفعل ينسب للمباشر دون المتسبب، فإن وجد متسبب بلا مباشر فالفعل ينسب للمتسبب حينئذ. واضح؟ طيب، إن اجتمع مباشران فكلاهما يكونان مشتركين في الضمان، وسيأتي كيف يكون اشتراكهم بعد قليل. نعم. قال: وإن فتح قفصا عن طائر أو حل قنا أو أسيرا أو حيوانا مربوطا فذهب أو حل وكاء زق فيه مائع فاندفق ضمنه. نعم، هذه صور من صور التسبب، هذا تسبب بلا مباشرة. يقول رجل عنده طائر، إما صاده أو أنه أهلي كحمام وغيره، فجاء شخص وفتح القفص فقط، هو لم يخرج الطائرة وإنما تسبب بفتحه فهرب،
حينئذ وجد متسبب ولا يوجد مباشر فالضمان عليه. قال أو حل قنا أو أسيرا أو حيوانا، عنده حيوان مربوط في بحبل ففك الحبل ولم ينقله ولم يعني يدفعه ونحو ذلك أو ينفره، فإنه حينئذ يكون متسببا وليس مباشرا، حيث لا يوجد متسبب، حيث لا يوجد مباشر فالضمان على هذا المتسبب. قال أو حل وكاء زق، الزق هو الإناء، إذا حل وكاءه وكان فيه مائع فاندفق، رجل عنده تنكة، تعرفون التنك التي يجعل فيها زيت الزيتون مثلا، تنكة زيت زيتون أو زيت طبخ يباع بالتنك ويباع بالقوارير، أو علبة عسل ففك وعاءها، فك الوعاء، هل فك الوعاء يسقطه؟ ما يسقط شيء، لكنه فك الوعاء وبقي، فجاءت ريح فأسقطته، أو طفل فأسقطه، أو لسبب من الأسباب فسقط. نقول هنا يوجد متسبب ولا يوجد مباشر فعليه الضمان، وهذا معنى قوله أو حل وكاء زق فيه مائع كعسل وزيت وسمن وماء وعصير وغير ذلك فاندفق ضمنه، إذن الضمان عليه حيث وجد متسبب بلا مباشر. لماذا ذكر المائع؟ لأن الجامدات سقوطها لا يأتي لتلفها، فإن لا تتلف إلا بمباشر كأن يمشي عليه رجل وغير ذلك. نعم. قال ولو بقي، قال ولو بقي الحيوان أو الطائر حتى نفره آخر ضمن المنفق. نعم، يقول لو أن المرأة فتح هذا القفص ولكن الطائر لم يخرج، أو فتح باب الحظيرة والأشاة لم تخرج أو البقرة، أو فك القيد عن البقرة التي تربط برقبتها ولم تخرج، فجاء شخص آخر فنفرها دفعها بعصا أو بغيره أو بصوت، هنا اجتمع ماذا؟ ها شيخنا؟ لا ليس بل متسبب ومباشر، لأنه نفرها، هو الذي نفرها لكي تخرج، فخرجت فتلفت حينئذ بأن هربت ولم نجدها، الطائر ذهب والحيوان خرج إلى البر نفر فتلف، فالضمان حينئذ يكون للمباشر، للمباشر. وذلك قال ضمن المنفر، لأن المنفر هو المباشر. وهنا مسألة لابد أن ننتبه لها، وهو أن دقة وكثرة معرفة الفروع الفقهية هي التي تستطيع أن تكسبك ملكة التفريق بين المتسبب والمباشر. كيف تفرق بين المتسبب والمباشر؟ اعرف الفروع، 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 حتى تعرف القاعدة. ولذلك دائما يقولون الاستقراء الناقص يفيد العلم، كثرة الاستقراء للجزئيات، كثرة معرفة المسائل تجعل المرء يستطيع أن يتصور كامل المسألة ويعرف متى يكون هذا الفعل مباشرا ومتى يكون متسببا. نعم. قال ومن أوقف دابة بطريق ولو واسعا أو ترك بها نحو طين أو خشبة ضمن ما تلف بذلك. نعم، يقول الشيخ هذا مثال آخر في قضية التسبب، يقول لو أن شخصا أوقف دابة بطريق، هذا قديما ليس الآن، انتبهوا معي، الآن السيارات حكمها يختلف، من خطأ بعض المعاصرين من الباحثين أنهم يلحقون السيارات بالدواب، غير صحيح. لماذا؟ لأن العرف السابق أن الدواب لا توقف في الطرق، في الزمان الأول عرفهم أن الدواب أين توقف؟ في الزرائب وفي أماكن الأحواش وفي البيوت إذا كان فيها أماكن، ممنوع جعلها في الطرق، هذا عرف الناس، فمن أوقف دابة في طريق فقد تعدى. أما في زماننا هذا فإن إيقاف السيارات في الطرق نظامي 100%، بل هو موقفها. إذن فرق بين تلك وهذه. أنا أقول هذا لما؟ لأن بعض الناس عندما تأتي مسألة إتلاف السيارات وما يتعلق بها، فإنه إذا أراد أن يخرج تارة يخرج على القاعدة والأصل، وهذا الذي يسميه الفقهاء بتخريج الفروع على الأصول، وهذا أضبط، وتارة يخرج فرعا على فرع، وهذا أضعف، حتى إن بعض الفقهاء يقول إنه ليس بحجة إلا في نطاق ضيق. هذا هو الذي يفعله كثير من الباحثين المعاصرين حينما يقولون إن حوادث السيارات منزلة على فعل الدواب، ورأيت هذا مكتوبا عند كثير من المعاصرين، وهذا غير صحيح. فالفرق، فالقاعدة والمناط مختلف. إذن هنا يتكلم المصنف عن عرف كان سابقا أن الدواب لا تجعل في الطرقات فتوقف، لكن تمر، ما دامت مر مأذون به، الإيقاف ممنوع. وذلك قال ومن أوقف دابة بطريق ولو واسعا، أي سواء كان واسعا أو ضيقا، لأن سيأتي بعد قليل هناك أحكام متعلقة بالضيق، أو ترك بها نحو طين، رجل طين رمى طينا في الشارع
فزلق به شخص، أو أوقف دابة فتلف بسببها رجل كأن رمحته برجلها مثلا، قال أو ترك بالطريق خشبة، رمى خشبه، مثل بعض الناس الآن يكون عنده بناء في البيت وخشب يرميه في الشارع أو البلوك يرميه في الشارع، فتأتي سيارة ماشية لم تنتبه له فيفقع الكفر بأن رمى مسمارا مثلا، لأن هو يبني باقي المسامير مع العمال النجارين. فنقول هنا الضمان على من رمى الخشب، والضمان على من رمى المسمار، والضمان على من رمى البلوك. لو مشى رجل فتعثر به فسقط فشج رأسه عليك الضمان، لو سقط فشج رأسه فمات فعليك الدية كاملة. انتبه أيها الأخ المسلم أن تؤذي الناس في طريقهم. وأنا أقول هذا الكلام لما؟ لأن من أشد الموبقات إيذاء الناس في طريقهم. اسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللاعنين، وبعض الرواة ينطقه اتقوا اللاعنين. قيل من هم يا رسول الله؟ قال الذي يبول في طريق الناس وظلهم. أن الذي يؤذي الناس في طريقهم هو مستحق اللعن، حينئذ يكون معنى اللاعنين أي أن هذا الفعل مستحق اللعن، أو هو مبيح لأن يلعنه غيره، وحينئذ يكون هذا يحمل عليه اللفظ الثاني اتقوا اللاعنين. إذن إيذاء الناس في طريقهم عظيم جدا. استثني ما جاء في الحديث إن كان ولا بد فأعطوا الطريق حقه، وسيأتي بعد قليل إشارة له. إذن الاعتداء على الطريق حرام، ومر معنا في كتاب الصلح بعض الأحكام متعلقة في البناء عليه، وأنه يضمن مطلقا. بل أقول لكم دائما من صلى في طريق مسلوك ما حكم صلاته؟ باطلة. الذي يصلي في الطريق صلاته باطلة. ولذلك أنا أقول هذا الكلام خاصة في مسجد الله بيت الله الحرام ومسجده المحرم، احذر أن تصلي في الطرقات في الخارج، الساحات واسعة، ابتعد في غير أماكن الطرقات. فإن كثيرا من أهل العلم، وهو مذهب الإمام الشافعي وأحمد وقول قوي عند مالك أيضا، وأيضا عند أبي حنيفة قول قوي أيضا متجع عندهم، أن الصلاة في الطريق باطلة، إن لم يكن قول عام أكثر أهل العلم. انتبه عن الصلاة في الطريق، لا تصلي في طريق، لا تؤذي الناس في طريقهم قدر استطاعتك. ومثله الطرقات هذه داخل المسجد، ما دام الناس يمرون فيه لا تؤذهم، ادخل زاحم ادخل قليل، لكن لا تؤذي الناس في الطريق. إذن من آثار الطريق أن من جعل شيئا في الطريق فأتلف شيئا لغيره، ما الحكم؟ لنا ساعة نتكلم، ما الحكم؟ فإنه يضمن ولو الدية ولو مات. نعم، قال ضمن ما تلف بذلك، وعرفنا الأمثلة. نعم، قال لكن لو كانت الدابة بطريق واسع فضربها فرفسته فلا ضمان. نعم، يقول الشيخ هناك حالة ثانية، لو كانت الدابة بطريق واسع زين، ثم إنها وقفت، قال إن الدابة إذا وقفت في الطريق الواسع قد يتسامح فيه أحيانا لمصلحة كإنزال بضاعة ونحو ذلك، شيئا يسيرا شيئا يسيرا، ولذلك عفي عن نوع واحد. طبعا هذا أمثلة قديمة. قال إذا ضربها فرفسته فلا ضمان، لأنه متعد. قال والمراد بضربها هنا أي إذا ضربها عبثا، إذا ضربها عبثا ولهوا منه فإنه لا يكون عليها ضمان لأنه هو المتعد، فحينئذ لا يكون لا ضمان. نعم، قال ومن اقتنى كلبا عقورا أو أسودا بهيميا. نعم، أنا قلت إذا ضربها عبثا، لا المقصود عفوا إذا ضربها لمصلحة ليس عبثا، وإنما ضربها لمصلحة كأن يضربها ليمر مثلا، فحينئذ يكون لا ضمان فيه. نعم، قال ومن اقتنى كلبا عقورا أو أسود بهيميا، وإذا ضربها أيضا عبثا، كلا الصورتين. نعم، تأملتها الآن، كلا الصورتين سواء ضربها عبثا أو ضربها ليمر ففي كلا الحالتين لا ضمان. نعم، قال ومن اقتنى كلبا عقورا أو أسود بهيما أو أسدا أو ذئبا أو جارحا فأتلف شيئا ضمينه لا إن دخل دار ربه بلا إذنه. نعم، يقول الشيخ إن هذه الحيوانات لا يجوز للمرء أن يقتنيها. منها قال إذا اقتنى كلبا عقورا، الكلب العقور هو الذي يعقر ويعض فيسمى عقورا، يعني ليس مستأنسا وإنما يعض، هذا يسمى عقور مهما كان لونه. قال أو أسود بهيما، لأن الكلب الأسود نحن مأمورون بقتله، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بقتل الأسود، وكل ما أمرنا بقتله فيحرم اقتناؤه على كل حال.
إذن الكلب الأسود البهيم لا يجوز اقتناؤه ولو كان لصيد عندهم. قال أو أسدا، اقتناء الأسد عندهم وإن كان يجوز اقتناؤه ببعض الصور لأجل الصيد إلا أنه ليس من البهائم، ليس من العجمة، ولذلك فإن في اقتنائه نظر، والواجب أن يكون في أماكنه عند الصيد. قال أو ذئبا أو جارحا، الجوارح كالطيور، فأتلف شيئا ضمنه، أي ضمنه مطلقا سواء كان في الليل أو في النهار، بخلاف الغنم والبقر والإبل فإنه يضمنها في الليل دون النهار كما سيأتي. قال لا إن دخل دار ربه بلا إذنه، أي لا إن دخل الذي أتلف بدنه أو أتلف ماله دار ربه، أي دار رب هذه الحيوانات، بلا إذنه فإنه حينئذ لا ضمان. أما إن دخل بإذنه، دخل عند شخص عنده أسد فأتلف الأسد أو جرح هذا الشخص أو مزق ثوبه، فصاحب الأسد يلزمه الضمان لأنه دخل بالإذن أو كان بدون دخول الدار، فيلزمه الضمان كذلك. إذن يسقط الضمان في حالة واحدة، إذا دخل من تلف ماله أو بدنه لدار من فيه الأسد أو الذئب نحو ذلك بإذن صاحب الدار. نعم. قال ومن أجج نارا في ملكه فتعدت إلى ملك غيره بتفريطه ضمن لا إن طرأت ريح. يقول الشيخ إن الشخص إذا أجج نارا، يعني أشعل النار بملكه، بملكه تشمل أمرين، أي بملكه أي في المكان الذي يملكه أو الذي يملك الانتفاع به، يملكه يملك العين أو يملك الانتفاع بها. مثال ماذا؟ الأرض التي ليست ملكا لأحد إذا جلس فيها الشخص أصبح مختصا بها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم منا لمن سبق، وجعل الأحياء الموات وغير ذلك. فمن جلس في مكان يملك منفعته على سبيل الاختصاص لا على سبيل الإطلاق. فمن جلس في مكان وأجج نارا وقد أذن له فيه لأنه في ملكه حينئذ، فتعدت النار إلى ملك غيره بتفريطه، نسيها أو ترك بجانبها مثلا الخشب ولم يجعله بعيدا عنها، أو جعل بجانبها مثلا زيتا أو غازا أو كهرباء، أو لم يحفظ بوسائل السلامة المعتادة عرفا عندنا الآن، مثل الدفاع المدني له وسائل سلامة معروفة ودائما تنشر لمن يذهب في البر وغير ذلك، هناك وسائل السلامة عند إشعال النار، فلم يأخذ وسائل السلامة المعتادة، قال ضمن. وسبب الضمان لأنه فرط، فرط من ذاذا بأنه لم يتخذ وسائل السلامة المعتادة، وهذا راجع للعرف. قال لا إن طرأت ريح، لا إن جاءت ريح فنقلت هذه النار لبيت جاره. مثال ذلك، رجل شب في بيته حريق وهو ساكن في عمارة، فاحترقت شقته وشقة جاره، وترتب على حريق هذه الشقة، الشقة الجار، أنه تلف فيها أموال، فيها نقد وفيها ذهب كله تلف. جاء الجار ورفع للمحكمة وقال أطلب من جاري أن يعوضني عما تلف من الأثاث ومن الفساد ومن المال. نقول يعطى أم لا يعطى؟ ما رأيكم؟ بكلمة واحدة، يعطى ليس صوابا، لا يعطى ليس صوابا. إذا نعم نعم، نقول نأتي بالتقرير من جهات اختصاص وهو الدفاع المدني عندنا مثلا، فنقول إن كانت النار بتفريط ضمن، وإن كانت من غير تفريط لم يضمن. بس إن ثبت التفريط ضمن، وإن لم يثبت التفريط لم يضمن، وانتهينا. التماس كهرباء لا تفريط، جعل كهرباء تحمل، يعني حمل الكهرباء يعني فوق العادة، وكل الناس يعلمون أن هذا التحميل لم تجري به العادة، ثم شب الحريق أو جعل بجانب الكهرباء أشياء لم تجري العادة به مما يكون من وسائل شب الحريق، ضمن دار جاره. مثال ثاني، عندنا الماء، نقول الماء يأخذ حكم النار. بعض الناس ينسى الحنفية مفتوحة فيخرج الماء من بيته إلى بيت جاره فيتلف أثاث جاره، يتلف أو يخر عليه من السقف، ما الحكم؟ مثله، إن كان خروج الماء بتفريط فعليه الضمان، من غير تفريط لا ضمان عليه، لا ضمان عليه. من أجل الصور، إذا كان شخص في علو وآخر في سفل فخر الماء من العلو للسفل فأفسد سقف البيت، والسقف أحيانا يكون فيه أشياء كجبس، وأفسد الأرض من الأثاث،
فقال أصلح لي هذا الذي أفسدته. نفس الكلام، إن كان نزول الماء بتفريط منك كنت تعلم بوجود التهريب ولم تصلحه، أنت مفرط، إذن عليك الضمان. لم توجد التفريط، إذن لا ضمان. أنا سؤالي الآن قبل درس اليوم، هل يعني ظننت أن مسألة الغرق توجد في باب الغصب؟ لا، لا تعرف ذلك إلا إذا قرأت كتب الفقه. ولذلك أيها الإخوة، معرفة كتب الفقه وقراءتها ليست ترفا، وإنما هي علم مهم جدا، لأني أعلم أن بعض الحاضرين يقول هذا الكلام قد يكون نادر. لا، ليس نادرا، بل هو كثير. ربما حيل لك الأمر تحكيما أو استشارة فتأتي بحكم الله عز وجل فيه. نعم. قال: ومن اضطجع في مسجد أو في طريق أو وضع حجرا بطين في طريق ليطأ عليه الناس لم يضمن. نعم، يقول الشيخ إن من فعل ما له فعله ثم ترتب عليه ضمان، ترتب عليه تلف، فإنه لا يضمن. مثال ذلك، قال: من اضطجع في المسجد، رجل نائم في المسجد كبيت الله الحرام هنا، وهو نائم رجل يمشي مستعجلا ولم ينتبه له فتعثر به فسقط، وكان مع الحامل، لنقول من الأشياء معنا كثير الزمزمية، هذا تعرفون زمزمية براد الشاي، فسقط فانكسر. قيمة هذا براد الشاي كم؟ 200 ريال مثلا أو 100 ريال. فقال: أريدك أن تضمن، أنت السبب وأنت المتسبب. نقول: يضمن أم لا؟ لا يضمن، لأن هذا المتسبب فعل ما له فعله، شرعا يجوز لك أن تنام تضطجع في المسجد. قال: أو في الطريق. ليس مع قوله في الطريق أي اضطجع في الطريق، أي إذا فعل ما له فعله في الطريق، كأن يكون قد جلس في الجلوس المعتاد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان ولا بد فأعطي الطريق حقه. جرت العادة مثلا أن بعض الناس يجلس على الرصيف، جلس على الرصيف، أو يمشي في الطريق مشيا على قدميه فتلف به رجل آخر. نقول: ما دام الرجل في الطريق يفعل ما جرت العادة بفعله فلا ضمان، بخلاف من فعل ما لا فعل له، كان أخرج من بيته مثلا غرفة، أو أخرج من بيته شيئا بارزا، وذكرنا هناك في باب الصلح وأنه وأحكام الجوار وأنه يكون ضامنا، أو بخلاف من جعل بضاعة دكانه في الشارع يضمن. رجل أخرج بضاعته في الشارع فصدمها رجل وسقط وتلف ما معه أو تلف أو جرح، نقول: يضمن هذا المتعدي، لأنه نظاما ممنوع أن صاحب الدكان يخرج بضاعته في الشارع، فأنت متعدي، فكل ما ترتب أو ما كان أثرا لهذا السبب فأنت فيه ضامن، أنت ضامن له. نعم. قال: أو وضع حجرا بطين في الطريق. لو كان الطريق فيه طين فجعل حجر لكي يرقى الناس عليه ثم سقط رجل في هذا الحجر، نقول: لا شيء عليه، لأنه محسن وجرت العادة أنه إذا وجد الطين جعل الحجر، بخلاف من جعل الحجر ابتداء أو خشب من غير طين فإنه يضمن، لأنه لم تجر العادة به. قال: جعل الحجر الطين ليطأ عليه الناس لم يضمن. نعم. قال رحمه الله: فصل. ولا يضمن رب بهيمة غير ضارية ما أتلفته نهارا من الأموال والأبدان، ويضمن راكب وسائق وقائد وقادر. طيب. نعم، هذا الفصل أورد فيه المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بضمان الحيوانات، وضمان الحيوانات كثيرة جدا، كثيرا ما تأتي البهائم من الغنم والبقر والإبل فتذهب لمزرعة شخص معين فتأكل من زرعه، تأكل من زرعه أو تأكل من ثمرته، بل ربما دخلت البهائم دارا فشربت ماءه ولو كان قليلا، وربما أفسدت بوطء قدميها أو أفسدت بروثها شيئا معينا كطعام ونحوه، يكون عندها طعام كبر ثم تأتي البهائم وتفسده. إذن البهائم قد تفسد أشياء كثيرة جدا. إذن هذا الضمان للبهائم، والمراد بالبهيمة ثلاث أشياء: الغنم والبقر والإبل في الجملة، والداجن سيأتي التفصيل بها بعد قليل، الداجن هو الدجاج. يقول الشيخ: لا يضمن رب بهيمة أي مالك البهيمة غير ضارية. الضارية هي الصائلة، وسيفرد حكمها المصنف في آخر هذا الفصل. يعني الصائلة مثل إيش؟ هجم عليك ثور، هذا له حكم منفصل سنتكلم عنه بعد قليل. هنا يتكلم غير الضارية يعني غير الصائلة. قال: ما أتلفته نهارا من الأموال والأبدان. الدليل على ذلك أنه قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبار. العجماء جبار أي أن جرحها جبار،
المراد بالعجماء أي بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام جرحها أي ما جرحت به وما فعلته جبار أي هدر، هدر. فإذا أكلت هي أو نطحت أو مشت أو أفسدت شيئا في النهار فإنه لا ضمان على مالكها. لما؟ لأن صاحب الزرع الذي بجانبه في النهار الواجب هو الذي يحفظ زرعه، الواجب أنه يحفظ زرعه بنفسه، فحينئذ لا ضمان على الثان على مالكها، لا ضمان على مالكها. وهذا معنى قوله ما أتلفته نهارا من الأموال والأبدان. طيب قبل أن ننتقل للجملة الثانية، عندنا هنا مسألة ثانية مهمة. المسألة الأولى، لو أنها أتلفته ليلا، خرجت الشياه أو البقر في الليل وأكلت جميع العلف الذي عند جارك، نقول يضمن ربها أي مالكها صاحبها، يضمن ربها أو نائبه. لماذا؟ لأن الليل يجب على صاحب البهائم أن يحفظها، يجب عليه أن يحفظها. انظروا معي هنا في هذه المسألة، نحن قلنا إن ما أتلفته في النهار ماذا؟ هدر أو جبار، وفي الليل فيه الضمان. لو أن امرأ يمشي في الطريق فصدم شيئا من بهيمة الأنعام، وهذه دائما تأتي عندنا في الإبل، في الإبل، ما رأيكم بناء على هذه القاعدة شيخنا؟ على القاعدة، دع العمل، على القاعدة. وهذا الذي فهمه بعض الناس قديما، أنه إن صدم الناقة وتلفت سيارته نهارا فلا ضمان، لأنك المفروض تشوف الناقة، وفي الليل عليك الضمان. ولكن يقولون هذا غير صحيح الآن عليه العمل، فالعمل عندنا أن صاحب الناقة يضمن مطلقا، لأنه شرعا ونظاما ممنوع من إيصال الإبل إلى الطريق، فيجب عليك أنك إذا أرادت أن تعبر الطريق تذهب مع الطريق البعيد وهو طريق معبر الجبال، فحينئذ يكون متعديا بإرساله الإبل إلى هذا المكان. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أنهم يقولون إن السياسة الشرعية تدخل في مسألة التضمين كما جاء في حديث سعد بن وقاص وغيره، فالمصلحة الآن بالتضمين. إذن فمن صدم شيئا من هذه الإبل فالضمان على مالك الإبل مطلقا نهارا أو ليلا لا فرق. كل فساد السيارة دور صاحب الناقة ويدفع لك قيمة التصليح كاملا، لا فرق بين الليل والنهار. نعم. قال ويضمن راكب وسائق وقائد وقادر على التصرف فيها. نعم، هنا يتكلم المصنف عن قضية إذا كانت، يقول الدابة ليس لها رأي لكن يعني هي متسببة والضمان على مالكها، لكن لو كان معها راكب فوقها أو سائق يجرها أو قائد، السائق الذي يجر والقائد الذي يكون معه عصا ويقودها بعصا، إذن هؤلاء الثلاثة إذا كان معها فالضمان عليه لأنه قادر على التصرف بها، وهذا معنى قوله ويضمن راكب وسائق وقائد قادر على التصرف فيها. وأما إذا لم يقدر فهذا سيأتينا إن شاء الله في محلها في الصائل. قال نعم. قال وإن تعدد راكب ضمن الأول. طيب قال وإن تعدد راكب، لأن كان عليها راكبان، قال قدم الأول لأن الأول هو الذي عادة يكون متحكما ومتصرفا بقيادته، وهذا كلام طبعا ربما قليل الآن تصوره. نعم. قال أو من خلفه إن انفرد بتدبيرها. قال أو يكون الراكب الثاني هو المتصرف، والذي في الأمام قد يكون بين يديه، مثل ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب وجعل بين يديه ابن عباس رضي الله عنه أو أردفه، فالغالب أن الذي يقود أماما هو المتحكم، ولكن قد يجعل بين يديه الصغير أو يجعل بين يديه المريض لكي لا يسقط فيقبض عليه، بشرط أن يكون الذي خلفه هو الذي يقودها وينفرد بتدبيرها. قال وإن اشترك في تدبيرها أو لم يكن إلا قائد وسائق اشترك في الضمان. نعم، يقول وإن اشترك الراكبان في تدبير الدابة فإنهما يكونان مشتركان، وهذا باب الاشتراك في الضمان. قال أو لم يكن إلا قائد وسائق بدون الراكب فإن القائد والسائق يشتركان لأنهما في معنى المتقارب في القدرة، وهذا يدلنا على أن الاشتراك. طبعا مسألة الاشتراك يجب أن تعلموا، وهذا نص عليها الفقهاء جميعا من المذاهب الأربعة ومنهم الجويني في نهاية المطلب وغيره، أنه عندما نحكم بالتضمين بالاشتراك فإن التضمين يكون بالرؤوس، ولا يكون بنسبة الخطأ،
من خطأ بعض الناس أنه إذا اشترك اثنان في حادث السيارات، اثنان مثلا، قال عليك 30% وعليك 70%، إذن فالضمان بالنسبة. قاعدة الفقهاء لا، يقولون الضمان إنما هو بالرأس، لأن النسبة مضمونة، فنرجع للمستيقن وهو الرأس. نعم. قال ويضمن ربها ما أتلفته ليلا إن كان بتفريط. نعم، هذا ذكرناها قبل قليل لما قد جاء فيها حديث عند الدارقطني. وكذا مستعيرها. نعم، قال وكذا مستعيرها ومستأجرها ومن يحفظها. لو أن امرأة استعار دابة فأتلفت شيئا في الليل، أو استأجر دابة فأتلفت شيئا في الليل، فالضمان على المستعير أو المستأجر. وكذلك من يحفظها، لو أن رجلا أوكل الحفظ لآخر فأتلفت شيئا في الليل، فإنه يكون مفرطا فيضمنها حين ذاك. طيب، نقول استثنى من ذلك صورة واحدة، وهو إذا كانت الدابة مغصوبة. إذا كانت الدابة مغصوبة فإن غاصبها يضمن ما أتلفته ليلا أو نهارا. هذا استثناء مهم أن تعرفه في هذا المحل. نعم. قال ومن قتل صائلا عليه ولو آدمي. انتهى. طيب، نأخذ بسرعة. قال ومن قتل صائلا عليه ولو آدميا دفعا عن نفسه أو ماله أو أتلف مزمارا أو آلة له. يقول الشيخ ومن قتل صائلا عليه ولو آدميا، الصائل هو الذي يريد أن يعتدي على الشخص في نفسه أو ماله أو عرضه، فإنهم يقولون إن, 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 إن صال المرء على مال على نفس الشخص أو عرضه وجب عليه دفعه، وأما إن صال عليه على ماله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. قال رحمه الله ومن قتل صائلا عليه ولو آدميا دفعا عن نفسه أو ماله أو أتلف مزمارا أو آلة لهو أو كسر إناء فضة أو ذهب أو فيه خمر مأمور بإراقته أو كسر حليا محرما أو أتلف آلة سحر أو تعزيم أو تنجيم أو صور أو صور خيال أو أتلف كتب مبتدعة مضلة أو أتلف كتابا فيه أحاديث رديئة لم يضمن في الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول الشيخ رحمه الله تعالى ومن قتل صائلا عليه. المراد بالصائل هو الذي يصول على المرء ويخشى من صيلانه ذهاب نفس أو مال أو عرض. وهذا الصائل تارة يكون آدميا، وتارة يكون بهيمة، وتارة يكون جمادا. إذن الصائل ثلاثة أشياء: تارة يكون آدميا، وتارة يكون بهيمة، وتارة يكون جمادا. وسأضرب أمثلة لكل واحد من هذه الثلاثة بعد قليل. والمصول عليه ثلاثة أشياء: إما أن يصال على البدن، وإما أن يصال على العرض، وإما أن يصال على المال. الصيلان على البدن بأن يأتي رجل يريد قتله أو يريد الاعتداء على بدنه، والصيلان على العرض هو أن المرأة يأتيه شخص يريد أن يعتدي على عرضه، والصيلان على المال بإتلاف المال أو سرقته أو نحو ذلك. إذن عندنا الصيلان يختلف من حالة إلى حالة. عندنا هنا مسألتان مهمتان. المسألة الأولى: ما حكم دفع الصائل؟ ما حكم دفع الصائل من حيث الحكم التكليفي؟ لأن عندنا حكمين: حكم تكليفي، وحكم يتعلق بالوضع وهو جعل الترتيب الحكم على شيء، وهو الضمان وما يتعلق به. فمن حيث التكليف يقول العلماء: إذا كان الصيلان على النفس أو العرض فيجب دفعه، وأما إذا كان على المال فلا يجب دفعه، لأن المرء يجوز له أن يتبرع بماله وأن يتلف ماله، فيجوز له كذلك أن يدفع لا يدفع الصائل عنه. إذن نفرق بين الثنتين من حيث الحكم التكليفي: يجب إذا كان صائلا على بدنه ونفسه، دون ما إذا كان صائلا على ماله فإنه جائز، وفقهاؤنا يقولون جائز وليس مندوبا. الحكم الثاني وهو ما يترتب على دفع الصائل،
أولا الصائل هذا إذا صال على الشخص يريد أن يعتدي عليه فإن دفعه يكون برده بشروط ثلاثة سنريدها بعد قليل. فإن ترتب على هذا الرد تلف الصائل أو ذهابه بالكلية فما الذي يترتب عليه؟ هذا هنا الذي أورده المصنف هنا. فذكر المصنف هنا أن الصائل إذا دفع ولو كان بهيمة فلا ضمان، فلا ضمان سواء كان صائلا على النفس أو على المال أو على العرض جميعا، ففي كل الأمور الثلاثة، لأنه أبيح لك دفعه، فإذا أبيح لك دفعه سقط ضمانه، سقط ضمانه. من أمثلة ذلك صائل آدمي، رجل أتى لشخص ليقتله، فهذا صائل آدمي على النفس، أو جاء شخص ليعتدي على عرضه فهذا صائل آدمي على العرض، أو جاء ليسرق فهذا صائل آدمي على المال. الحيوان، يأتي رجل ويأتي أمامه ثور هائج أو فحل من الإبل هائج يريد أن يقتله أو يريد أن يعتدي على ماله بإفساد ونحو ذلك، فدفعه يكون برد هذا الحيوان من البهيمة. الجماد، يقول لو أن شخصا تدحرج عليه جماد مملوك لغيره، مثل رجل في مكان وتدحرجت عليه سيارة أو من هذه القواطر التي تسحب بالسيارات، هذه القواطر الصغيرة المراكب الصغيرة، فأراد أن يدفعها لكي لا تتلف نفسه أو تتلف نفس أهله أو تتلف مالا عنده، فعندما دفعها سقطت فانكسرت، نقول هذا من صيلان الجماد. إذن الصائل قد يكون آدميا وقد يكون حيوانا بهيمة وقد يكون ماذا؟ جمادا. الأمر الثاني قلنا ماذا؟ الحكم يجب إذا كان صائلا على المال أو على إذا كان صائلا على النفس أو صائلا على العرض، وأما إن كان صائلا على المال فيجوز. الأمر الثالث إذا دفع صائلا فترتب عليه تلف مال أو تلف عضو أو فوات نفس بالكلية فلا ضمان، لأن هذا التلف ناتج عن أمر أذن الله عز وجل به، كما قال علي رضي الله عنه في الذي قطع يده فسار الجرح إلى جسده فقتله، فقال علي رضي الله عنه الحق قتله. إذن الحق أي المؤذن به شرعا، فكل شيء أذن الشرع بفعله فما ترتب عليه من أثر فهو هدر. هذا معنى كلام المصنف، من قتل صائلا عليه ولو آدميا، أي آدميا أو جمادا أو غيره، دفعا عن نفسه أو ماله، ومن باب أولى عن عرضه، لم يذكر المصنف العرض لأن العرض ليس داخلا في ذلك. طيب عندنا هنا مسألة، هل يدفع المرء عن غيره أم لا؟ هل يدفع عن غيره أم لا؟ المذهب نعم، يقولون يجوز له أن يدفع عن غيره، لكن لو ترتب عليه ضمان فالمشهور أنه يضمن، وقيل إنه لا يضمن، وهذه مسألة فيها خلاف عند المتأخرين. ثم قال الشيخ أو أتلف مزمارا أو آلة لهو. المزمار وآلة اللهو حرمهم الله عز وجل في كتابه، ومن الناس من يشتري لهو الحديث، وأعلم الناس ليضل عن سبيل الله، وأعلم الناس بتفسير كلام الله عز وجل من شهد تنزل الوحي وسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وفهم مراد الله جل وعلا ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال لهو الحديث هو آلات اللهو، فدلنا ذلك على أن آلات اللهو يحرم اقتناؤها واستعمالها. فلو أن امرأة أتلف شيئا من هذه الآلات قصدا أو من غير قصد فلا ضمان عليه، لأن الصنعة فيها غير معتبرة. ثم قال الشيخ أو كسر إناء فضة أو ذهب. آنية الذهب والفضة لا يجوز الشرب فيها ولا يجوز سائر استعمالاتها. تذكرون قديما قلت لكم في باب الآنية أن الذهب والفضة على الرجل والمرأة على أنواع، فالذهب نبدأ بالذهب، فالذهب يجوز للمرأة أن تتحلى به ما جرت العادة به، ويحرم على الرجل التحلي به مطلقا إلا أن يكون ويحلي عليه التحلي به مطلقا، نعم، إلا أن يكون مقبض سيف أو أن يحلي منطقة، نعم. الأمر الثالث
أو الأمر الثاني أن يكون من باب الفضة، فالفضة تجوز المرأة التحلي بها عادة، والرجل على المشهور عند المتأخرين يجوز له أن يتحلى بالخاتم فقط دون ما عداه من الحلي، فلا يلبس قلادة ولا يلبس سوارا ولا غير ذلك، هذا على المشهور عند المتأخرين. والرواية الثانية مرت معنا أنه يجوز بما جرت به العادة ما لم يكن تشبها بنساء أو تشبها بفسقة. الذهب والفضة انظروا معي، إن كان قنية جاز للرجل والمرأة سواء يقتنيه، يجوز الرجل أن يجعل ذهبا عنده في الصندوق ليبيعه إذا غلي أو إذا احتاج، ويجوز التحلي بالتفصيل السابق للمرأة وللرجل، فيجوز التحلي للرجل بشيء دون شيء والمرأة دون شيء كما سبق لنا قبل قليل. والأمر الثالث، يحرم على الرجل والمرأة سائر الاستعمالات غير ما سبق إلا لضرورة، يحرم على الرجل والمرأة، فيحرم كل ما ليس حليا ولا ضرورة ولا قنية، ومن ذلك آنية الذهب والفضة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نارا، فمن وجد إناء ذهب أو فضة فكسره قصدا أو من غير قصد فلا ضمان عليه للصنعة، وإنما عليه ضمان وزني، بمعنى إذا رماه في البحر ألزم بأن يأتي بوزنه ذهبا أو فضة، لكن لو كسره وبقي الوزن لم يتغير إذن هو لا ضمان عليه مطلقا، لكن لأن الصنعة التي فيه وإن زادت ثمنه فإنها غير معتبرة لأنها صنعة محرمة. قال أو كسر إناء فيه خمر مأمور بإراقته، الخمر هناك ما هو مأمور بإراقته وهناك ما لا يجوز إراقته، فإذا كانت الخمر لذمي فإنه يجوز بقاؤها تحت يده فلا تراق، لكن لو كانت بيد مسلم أو خللها مسلم أو نوى مسلم أن يخللها بعدما كانت خمرا إلى خل فيجب أن تراق حين ذاك. قالوا والواجب إراقة العين، لكن لو كسر الإناء جاز، بدليل أن الصحابة رضوان الله عليهم لما أمروا أو حرمت عليهم الخمر في الدرجة الثالثة كسروا الآنية، فدل على أن من لوازم الإراقة الكسر، فحينئذ يعفى عنه. ثم قال أو كسر حليا محرما، ومر معنا أكثر مرة أن الحلي المحرم كحلي الرجل أو ما لم تجري به العادة للمرأة. قال أو أتلف آلة سحر أو تعازيم أو تنجيم، آلة السحر التي يستخدمها الناس وهي متعددة يستخدمونها في بخور وفي غيره، أو تعزيم يجعلها عزائم كالرقى، وبعض الناس يجعل هذه التعازيم والرقى بأثمان غالية فلو جاء امرؤ وقطعها فلا شيء فيه، أو تنجيم كالذي يخط خطا أو في فنجان ونحو ذلك. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من رأى امرأ متعلقا برقية أو متعلقا بوتر أن يقطع، فهذه لا يجوز تعليقها ابتداء، ومأمور المسلم على لسان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بقطعها، إذن فقطعها لأمر شرعي. ولتعلم أيها المسلم أن نبينا الذي قال هذا الكلام ليس زيد ولا عمرو ولا خالد ولا إبراهيم، وإنما قالها من قال الله عز وجل عنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أن نبينا صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد تعلق قلادة فقال ما هذا؟ قال هي من الواهنة، قال إنما تزيدك وهنا. وقال صلى الله عليه وسلم من تعلق شيئا وكل إليه. ثق أيها المسلم أن تعليقك شيئا من هذه الأمور إنما هو يضعف إيمانك بالله جل وعلا ويقلل توكلك وتوكلك عليه سبحانه وتعالى، لأن الأصل أن المسلم إنما يتعلق بسبب عقلي أو يتعلق برب الأسباب جل وعلا. ومثل هذه العزائم ومثل هذه الرقى ومثل هذه التي تجعل على الأيدي للشفاء من الروماتيزم وغيره، كل هذه الأمور لا يوجد لها سبب شرعي ولا سبب عقلي، الشرع لم يقل إنها علاج، والطب الثابت المستقر يقول إنها ليست علاج وإنما هي من الأمور المنهي عنها، ولذلك فإن من قطعها أو كسرها فلا ضمان عليه. قال أو صور خيال، أصور خيال أمور كان يفعلها الفساق في زمان الأول
قال أو أتلف كتب مبتدعة مضلة أو مبتدعة مضلة. يقول إن رجلا جاء الإمام أحمد فقال إن الرجل يجد الكتاب فيه أحاديث موضوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال هل علي إثم أو ضمان إن أنا أتلفتها؟ قال لا. ولذلك أيها الإخوة اعلم أنك إذا وجدت كتابا فيه أحاديث موضوعة مثل بعض الكتب المشهورة التي غلب عليها الأحاديث الموضوع ويزعمون أن الأحاديث التي فيه هي من الدعاء المستجاب أو من فضائل الأعمال أو غير ذلك، فإن خرقك هذا الكتاب وتحريقك له وإتلافك له لك فيه أجر عند الله عز وجل، لأن هذا من نصرة الدين. ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حدث عني بحديث يرى أي يظن أنه كذب فهو أحد الكاذبين، فهو أحد الكاذبين. وما ذنب من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه عنه 60 صحابيا، قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إذن أيها المسلم إياك أن تروي أو تنقل كتابا فيه حديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم رواية حديثه أو نشر الحديث المكذوب عنه صلى الله عليه وسلم، أي رواية الحديث المكذوب عنه أو نشره. بل من القول على الله بغير علم والكذب عليه الزعم بأن الحديث الضعيف صحيح وأن الموضوع مقبول، وهذا خطير جدا، لأن هذا من القول على الله عز وجل بغير علم. إذن كتب المبتدعة أعظمها القول على النبي صلى الله عليه وسلم بالكذب والوضع، أو الكذب في سائر الأمور في الشرع كإحداث بعض البدع، وما أكثرها إلا من سلمه الله عز وجل من ذلك. قال أو أتلف كتابا فيه أحاديث رديئة، تكلمنا عنها وهي الأحاديث الموضوعة، لم يضمن في الجميع أي لا ضمان عليه في كل ما سبق، بل إن له أجرا ومثوبة عند الله عز وجل. نعم كم بقي؟ انتهى الوقت. طيب نقف هنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل إن شاء الله باب الشفعة في الدرس القادم بإذن الله عز وجل. أخونا هنا يقول هل هناك لغة تطلق فيها كلمة أرش بكسر الهمز؟ العلماء الذين تكلموا عن الغلط بيّنوا أن هذا من الغلط، فإنما يسمى أرشا ولا يسمى إرشا، وإنما هو أرش الأرش، وهذا من الغلط عند ضعفة المبتدئين. وقد ألف ابن بري صاحب الحواشي على الصحاح، والصواب أن كتاب الجوهر هو الصحاح بفتح الصاد لا الصحاح بكسرها كما نبه عليه بعض المشايخ. ابن بري له كتاب سماه التنبيه لغلط الضعفاء من الفقهاء، فهناك بعض الأشياء تكون يكثر فيها الغلط بين بعض المتفقهة، وإنما هو الأرش بالفتح. يقول أخونا هذا عملت لشخص عملا مقابل مبلغ من المال ولم يسدد القيمة المترتبة، هل يعتبر غاصبا؟ هو ليس غاصب عين وإنما هو جاحد لدين. فرق بين غاصب العين وجاحد الدين. الدين الذي في الذمة ليس فيه إجارة، لأن الدين لو قلت إنه يدفع عوضا عما سبق لكان ربا، إذ كل دين جر نفعا فهو ربا. نحن نتكلم عن غاصب العين الذي غصب عينا لشخص معينة مستحقة له، يعرف أن هذه العين لفلان. الدين ما هو؟ الدين تارة يكون من الأثمان الذهب والفضة أو الأوراق النقدية، وتارة يكون من الأعيان الموصوفة، كما لو أن امرأ باع لآخر شيئا في مقابل أنه يعطيه 100 صاع من البر، هذا موصوف فيسمى دينا وليس عينا معينة. إذن الغصب إنما يكون في الأعيان، وحينئذ من أخر سداد الدين فلا يجوز له أن يأخذ فوق الدين مليما واحدا ولا فلسا واحدا ولا هللة واحدة. ولذلك يقول العلماء في الشرط الجزائي، وأشرت له بالأمس، أن الشرط الجزائي في الديون باطل لأنه يفضي إلى الربا. وقد ثبت أحاديث أو قد ثبتت معان كثيرة تدل على الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كل قرض جر نفعا فهو ربا. هذا أخونا يقول هل حجز الأماكن في المسجد الحرام لأوقات طويلة لغير الحاجة يدخل في باب الغصب وما حكمه؟ هذه ستأتينا بالتفصيل في باب إحياء الموات، وأن من كان في
مكان فهو أولى به من غيره. سنتكلم عن هذه المسألة إن شاء الله باب إحياء الموات في الدرس القادم. أخونا هذا يقول: أوقفت سيارتي بأحد المواقف بجانب الحرم، وعند الخروج إذا بسيارة ضيقت طريق الخروج، فاضطررت إلى صدم السيارة قليلا حتى أستطيع الخروج، فهل علي شيء؟ نعم، لا يجوز لك الصدم، لأن هذا تعدي، لأن الإجراء المعتاد أنك تكلم الجهات المختصة بجعل غرامة عليه وعقوبة، وليس هذا من الـ يعني مما أذن لك فيه. نعم. يقول أخونا هذا: رجل عليه دين للبنك وقد كبر الربا عليه جدا، فلا يستطيع سداده هو ولا أولاده، فهل يجوز وضع مال في البنك نفسه ويلغى الربا بالربا أم لا؟ أولا أيها الإخوة، الربا لا شك أنه من أعظم المحرمات، وقد بين الله جل وعلا أن الله يمحق الربا ويربي الصدقات، وأن من وقع في الربا فإثمه عظيم سواء كان باذلا أو آخذا، هذا واحد. الأمر الثاني أن من وقع في الربا ثم تاب منه فإن الله عز وجل يغفر له ذنبه، فإن كان آخذا له وكان غير عالم بالأخذ فجاز له أخذه، وإن كان عالما به فلأهل العلم قولا، والأيسر من القولين أنه إن علم بالربا أي بالفائدة وتركه صادقا في الترك جاز له أخذه، وخاصة إن كان محتاجا، وأما إن تركه تسويفا فلا يجوز له أخذه. المسألة، هذا أخونا بعد ذلك يقول: نجاسة الخمر هل هي نجاسة حسية أم معنوية؟ الخمر حكى أهل العلم، بعض أهل العلم اتفاقا على أنها نجسة، قالوا ولم يخالف في ذلك من المتقدمين إلا ربيعة بن عبد الرحمن الذي يسمى بربيعة الرأي شيخ الإمام مالك، وإلا فإن فقهاء المذاهب الأربعة جميعا على أن الخمر نجسة، هذا قول جماهير أهل العلم. وقولهم إنها نجسة معنى ذلك إذا بقيت عينها، إذا بقيت عينها، فأما إن لم تبقى عينها فلأهل العلم قولان: هل تطهر بالاستحالة ذهاب عينها كما لو جاعت على ثوب ثم زالت؟ فالصواب أنها تطهر إن ذهب عينها، ما لم تنقلب خلا فإنها لا تطهر. هذا أخونا يقول: ما حكم استعمال العطور التي فيها كحول؟ من الخطأ أن تظن أن كل كحول خمرة، ليس كذلك، بل الكحول بعضه خمر وبعضه ليس بخمر، إذ الكحول نوعان: ميثيلي وإيثيلي، فبعضه يذهب العقل وبعضه يقتل فيسبب الصدمة الدموية، فليس كل كحول خمر، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: ليست كل نسبة كحول خمر، بدليل أن بعض مطعوماتنا لو أخذتها للمعمل، المعمل الكيماوي، فحللها ستجد أن في التفاح في بدء أول فساده يبدأ فيه نسبة الكحول وإن كانت يسيرة. إذن المقصود كل ما كان فيه كحول يذهب العقل، ولذلك فإن المطهرات للمطهرات للبدن للجروح وغيرها فيها نسبة كحول، بل إن الأدوية الكيماوية لا تذاب إلا بنسبة كحول، إذن فليس كل كحول يكون خمرا. وعلى ذلك فالصحيح أن هذه الأطياب المكونة من الكحول تجوز، وهذا الذي استقر عليه فتوى مشايخنا عليهم رحمة الله. هذا سبق. هذا أخونا يقول: ما حكم لبس الدبلة للرجال؟ لبس الدبلة بمعنى الخاتم، والخاتم يجوز لبسه، وإنما قال بعض أهل العلم، أظنه قال محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، نسيت الآن من قاله، إنه يستحب أن يكون له فص، وبعضهم يقول لا، يطلق جميع الخاتم يجوز لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولو خاتم من حديد، والخاتم الحديد لا فص فيه، فدل ذلك على أنه يجوز لبسه مطلقا، هذا واحد. الأمر الثاني: الفقهاء يقولون إن لبس الخاتم ليس سنة، وإنما لبس الخاتم جائز وليس سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخاتم الذي يعني وضعه لبسه وتركه لحاجة، لما قيل له إن الناس لا يقبلون الكتاب إلا مختوما، فاتخذ خاتما كتب فيه اسمه محمد رسول الله، وهذا يدلنا على أن لبس الخاتم جائز. الأمر الثالث: لبس الخاتم في اليمين أو في الشمال، أيهما أفضل؟ نقول يجوز في اليمين وفي الشمال، وقد ألف بعض العلماء جمعا للأحاديث التي وردت في الباب، ومنهم الإمام أبو بكر البيهقي، ومنهم أبو الفرج بن رجب رحمة الله عليه. وعلى العموم
فقد قال الدارقطني وقبله الإمام أحمد لا يصح حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الخاتم في اليمين، وعلى ذلك فاستحب فقهاؤنا لبس الخاتم جائز، لكن من لبسه فالأفضل أن يكون في اليسار، لأن الأحاديث الثابتة أنه لبسه في اليسار، والأحاديث المروية أنه لبسه في اليمين لم يثبت منها شيء، قاله كبار الأئمة كالدارقطني وأحمد. إذا لبس الدبلة للرجال جائز وليس سنة وليس متعلقا بذلك. وصل الله ها؟ عطني كم بقي من الوقت عشان سؤالا، عطني أسئلة عامة بسرعة. هذا أخونا يقول كيف يكون الإنسان مخلصا لله. هذا أخونا يقول كيف يكون الإنسان مخلصا لله تعالى. الإخلاص لله عز وجل لنعلم أنه ليس في درجة واحدة كالإيمان بالله جل وعلا، فليس الناس سواء في الإخلاص، أكمل الناس إخلاصا أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليه، ثم الأمثل فالأمثل. إذن الناس يتفاضلون بثلاثة أمور: بكمال التصديق، وبكمال العلم، وبكمال فعل القلب، وبكمال أفعال الجوارح. وبذلك الناس يتفاضلون بالإيمان، فالإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الأول التصديق، الناس ليسوا سواء في التصديق، ولذا فإن من أكمل الناس تصديقا بعد أنبياء الله صلوات الله عليه وسلم أبو بكر، ولذلك سمي صديقا. لما؟ النبي صلى الله عليه وسلم مرة كان جالسا فقال إن رجلا ركب على بقرة فالتفتت إليه البقرة فقالت إني لم أخلق لذلك، فعجب الصحابة فقالوا البقرة تتكلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر، ولم يكن أبو بكر وعمر ثم حاضرين. ولما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من هنا من بيت الله الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماء الدنيا، ثم رجع إلى بيت إلى أهل مكة، فحدث أهل مكة، كان بعضهم مسلما وبعضهم كافرا، فبعض الناس ارتد حينما أخبر بهذا الخبر لم يصدق، وبعض الكفار جعل رأسه يديه على رأسه، وبعضهم بدأ يصفق استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فجاء بعضهم لأبي بكر فقال يا أبا بكر أسمعت ما قال صاحبك؟ قال ما قال؟ قالوا إنه يزعم أنه قد أسري به إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء الدنيا، ثم إلى السماء السابعة، ثم رجع إلى مكة في يومه. ماذا قال أبو بكر؟ قال إن كان قالها فقد صدق. إذن التصديق الناس يتفاضلون فيه. الأمر الثاني، الناس أيضا يتفاضلون في العلم، لأن العلم مبني على، لأن الإيمان مبني على العلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله وأتقاكم له. والقاعدة عندنا أن قرن الحكم بوصف لو لم يكن الوصف له، لو لم يكن الوصف علة له لكان ذكره عبثا، ولفظ الشارع منزه عن العبث. إذن العلم من الإيمان، مما يزيد الإيمان العلم، وكمال التصديق، والعلم درجات، علم بالشيء وعلم بالتصور به. وكذلك العمل يزيد الإيمان، العمل أعمال القلوب، وهو المحبة والبغض والتوكل والإنابة والاستغاثة، فلا يتوكل المرء إلا على الله، ولا يستعين إلا بالله، ولا يرجو إلا الله عز وجل. ولذلك أكمل الناس لا يطلب من الناس شيئا. لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بايعهم على الإيمان وعلى الأفعال، ثم أسر كلمة، أسر كلمة. ما معنى أسر كلمة؟ يعني تكلم بكلمة لم يسمعها إلا القريبون منه فقط دون البعيدين. يقول الراوي أبو مالك الأشجعي رضي الله عنه قال فسألت القريبين، غالبا لا يكون قريبا إلا كبار الصحابة، قالوا وبايعنا على ألا نسأل الناس شيئا. يقول الصحابي فكان أحدهم، عد منهم أبا بكر، عد منهم كبار الصحابة، كان أحدهم يسقط صوته وهو على ظهر بعيره فلا يأمر صاحبه أن يناوله إياه. هذا كمال فعل القلب، كمال فعل القلب التوكل على الله والطلب من الله والاستعانة من الله وحده، فلا يرجو ولا يدعو ولا يسأل أحدا إلا الله عز وجل. هذا مرحلة متقدمة جدا لا يصل المرء إليها إلا بالتدرج، سأشير له بعد قليل. الأمر الرابع أفعال جوارح، ولذلك كان أبو الدرداء ومعاذ يقول تعال بنا نؤمن ساعة أي نزداد إيمانا، فيقرآن القرآن وهذا من فعل الجوارح، ويتعلمان العلم وهذا مما يتعلق بالتصور.
إذن المقصود أن المرء إذا أراد أن يكون مخلصا فعليه بما يزيد إيمانه. الإخلاص كماله بكمال الإيمان، فعليك بالأمور الأربعة. أولها تعلم الشرع، ولذلك كل من تعلم أحكام الشرع فإن الشرع سيهديه للإخلاص. يقول بعض الأوائل: تعلمنا العلم لغير الله فأبى الله أن يكون إلا له، أبى الله أن يكون إلا له. العلم يهدي صاحبه، العلم ليس مجرد كلام الناس والكتب، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول سفيه؟ العلم هو أن تنتصب بقول الله قول رسوله. إذا معرفتك العلم هذا سبب الإخلاص. أكمل الناس إخلاصا أكملهم علما. الأمر الثاني كثرة عبادتك لله عز وجل. وأعظم العبادات التي تكسب المرأة الإخلاص لله عز وجل عبادات السر. عبادات السر ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. ثم ذكر بعض الأشياء ومنها قال: وأخرج زكاة ماله فلم يخرج المريضة ولا ذات الشرط. الإيمان أمر باطن لا يعلم به الناس، ومنه العلم أمر باطن لا يعلم به الناس. الزكاة أمر باطن من عبادات السر لا يعلم بها الناس. جيبي هذا كم فيه لا تدري، ربما أقرب الناس لي لا يعلم كم في جيبي، ربما ريال وربما ألف، لا يعلم كم مقدار المالك وكم يجب فيه من الزكاة إلا الله سبحانه وتعالى. وذلك إذا أخرجت زكاة مالك كما أوجب الله عليك، لم تخرج مريضة ولا ذات شرط، لم تستنقص، لم تذهب لحيل، قد تتحايل، قد تبيع مالك. وذكرنا باب الزكاة الحيل كيف يكون عند بعض الناس، قد تتحايل لإسقاط الزكاة، الله أعلم بك وبمالك، تجد حلاوة الإيمان. من عبادات السر البصر. عند أحمد والحاكم من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك النظر إلى ما حرم الله وهو قادر ابتغاء ما عند الله عز وجل أعقب الله في قلبه حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان، كمال الإيمان هو تمام الإخلاص. إذن احرص دائما على عبادات السر. من أجل عبادات السر، من أجل عبادات السر قيام الليل. قيام الليل هذا هو المحك. قيام الليل إذ الناس قد هجدت عيونهم، وأقرب الناس إليك ضجيعك في فراشك لا يعلم بحالك، كل الناس يريدون النوم وهجدة العين، وأنت قمت في برد وغسلت يديك وهي المكاره، إسباغ الوضوء على المكاره، ثم غسلت وجهك وسائر أعضائك وتركت لذيذ الفراش وقمت صففت قدميك للجبار جل وعلا تدعوه وتناديه وترجوه وتناجيه. هذا هو عبادة، هذا هو الإخلاص، لأنها عبادة سر. غض البصر، الصدقات، قيام الليل، هذا هو الإخلاص. عبادة السر هو الإخلاص. إذن احرص كثيرا على سائر الطاعات واختص منها ماذا؟ عبادات السر. ذلك الجاهل الذي لا يعلم العلم، بدأنا بالعلم، يظن أن فعله بعض العبادات أمام الناس رياء، وأن هذا مخالف للإخلاص، فيترك بعض العبادات ظن منه أنه رياء. وقد ذكر العلماء أن فعل العبادة لأجل الناس رياء، وتركها لأجلهم نقص في العقل وفي الدين معا. هذا جاهل، جاهل. إذا الذي يتعلم العلم إذا فعل عبادة أمام الناس فعل أضعافها في السر. صليت هنا والناس ينظرون إليك، صلي في البيت مثلها. تصدقت شيئا، إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. تصدق في السر. قبلت يد والدك ورأسه في العلانية فقبله في السر. وهكذا من الأمور، احرص على عبادات السر. الأمر الأخير أختم به حديثي لأن عندنا أمرا آخر، وهو دعاء الله جل وعلا. دعاء الله عز وجل أعظم ما يكسب الإخلاص دعاؤه جل وعلا. اسمع أول حديث، حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه أن الصحابة شكوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يأتي لهم من قضية الرياء، فقال: قولوا، أو قل من قال: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، فإنه براءة له من الرياء. أكثر من هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك
لما لا أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله عز وجل ويستعيذ بالله عز وجل من الرياء كما ثبت من حديث أنس وغيره. إذن المؤمن دائما يستعيذ بالله منه من الرياء ويسأله الإخلاص. المؤمن دائما نفسه لوامة، انتبه لهذه المسألة، نفس المؤمن نفس لوامة دائما تلومه، أنت مقصر في الطاعة، أنت مقصر في العلم، أنت مقصر في 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 بر الوالدين، أنت مقصر في أداء الواجبات، أنت مقصر في الإخلاص. فنفس المؤمن دائما تلومه في الإخلاص، ولذلك يدعو الله عز وجل لكن لا يترك العمل. ترك العمل نقص في العقل والدين معا. يقول الحسن البصري رحمة الله عليه: لأن ما أمن النفاق أحد إلا وقع فيه، وما خافه أحد إلا أمن منه، إلا أمن منه. عمر بن الخطاب كان يتتبع حذيفة بن اليمان في أزقة المدينة: يا حذيفة نشدتك الله، نشدتك الله، أسماني النبي صلى الله عليه وسلم مع المنافقين؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم حذيفة أسماء المنافقين. عمر لو كنا مثله لا ندري هل نعمل الطاعات أم لا، لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عمر في الجنة، لكن أولئك ما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة إلا وقد كمل الإيمان في قلوبهم رضوان الله عليهم وصلوات الله وسلامه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلما قال له عثمان حذيفة: لا ولا أخير أحدا بعدك، ارتاح رضي الله عنه. إذن المقصود أن المؤمن دائما يلوم نفسه، لكن إياك من أمرين: ترك العمل، ترك العلم، ترك العبادة، ترك العبادات التي تكون ظاهرة إياك وفعلها. وهي الأمر الثاني: إياك إياك أن يكون هذا الأمر وهو الخوف من الرياء مانعا من الطاعة. بعض الناس يصبح له مثل الوسواس القهري. الوسواس القهري هذا مرض ولا يكون علاجا. نقف عند هذا الباب، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا.